وثبت الأجر. يا رب يثبت أجرنا وأجركم مشاهدينا وأجر كل اللي بيعملوا في مبادرات الخير لمساعدة المحتاجين على امتداد هالوطن. يعني فعلا مشاهدينا مدعاة للفخر لما نشوف المواطنين الأردنيين عم بيساعدوا بعض من خلال مبادرات، وخاصة لما يكونوا شباب. كتير بننبسط وبنفتخر فيهم شبابنا لما بيقدموا على عمل الخير. من المبادرات مشاهدينا والجمعيات اللي اليوم حنحكي عنهم مع ضيفتنا دعاء أبو حميدة، وهي عضو هيئة إدارية في جمعية صحبة القمر، وهي مسؤولة قسم المتطوعات، وحنحكي عن مبادرتهم لهالسنة ونحكي عن جمعيتهم. أهلا وسهلا يا دعاء. أهلا فيك. نورة. الله يتقبل الطاعات. إن شاء الله. أنتوا جمعية خيرية. نعم، مش بس صحيح. بتساعد المحتاجين، عندكم هدف كتير كبير. احكينا عن جمعيتكم. جمعية صحبة القمر هي جمعية خيرية بتهدف لتنمية المجتمع من خلال دعم وتمكين الكفاءات الشبابية لتكون قادرة على تحمل المسؤولية المجتمعية والإدارية حتى أنها تفيد المجتمع وتفيد نفسها. حلو، كثير حلو. بتأهلوا قيادات للمجتمع. نعم. من الشباب. من الشباب. من خلال شو؟ دورات. من خلال مجموعة من الدورات والأنشطة اللي بتأهلهم أصلاً إنهم يكونوا. ما شاء الله عليكم. وكيف إقبال الشباب على الجمعية؟ الحمد لله بفضل من ربنا. إلى الآن رمضان هذا في عنا ما يقارب 200 متطوع ومتطوعة، وفي أعداد لسه قاعدة بتيجي. ما شاء الله. فما شاء الله في إقبال كبير كتير من حلو. الشباب. ذكور وإناث. ذكور وإناث. مين أكثر؟ الإناث طبعا. عندهم همة أكبر وإقبال أكثر. أكبر بكتير. يلا الله يفتح عليكم ويعطيكم عليكم العافية. طيب شو آخر مبادراتكم؟ أنتوا 5 سنين لكم. صحيح. عندكم الآن إحسان 5. إحسان 5 أطلقتها الجمعية على السنة الخامسة على التوالي. فيها مجموعة من الفعاليات والأنشطة اللي بنقوم فيها برمضان الموجود. ممتاز. تحكي لنا شو هالفعاليات والمبادرات. من ضمن الفعاليات والأنشطة في عنا أول نشاط وفعالية باص سعادة. طبعا هلأ الكل بيعرف إنه في عنا أصلا إحنا ضغط عند الشعب، فعملنا باص سميناه باص سعادة، عبارة عن سمايلات ومن جوا مجهز وفي هدايا وألعاب وبجوب أرجاء الحارات والزقاق وبوزعوا الهدايا على الأطفال وبيعملوا هيك جو فرح بين الناس. جميل. باص السعادة. والله باص فكرة سعادة. حلوة ما شاء الله عليكم. نعم. طيب احنا حكيتي انه حال الناس فعلا الناس مضغوطين اقتصاديا، فانتوا تدرسوا حالات معينة وبتساعدوها ولا كيف؟ فعليا احنا بنحاول انه نساعد نعمل أنشطة على المجتمع المحلي الموجود. تمام. فالباص هو بيجوب أرجاء المناطق كلها. يعني ما بتعطوا أطفال بس الفقراء، أنتوا بتعطوا كل المجتمع الأطفال. كامل. حلو. في أشياء خاصة للفقراء والأيتام، لكن في أشياء الأكثر هي للمجتمع المحلي. حلو، ممتاز. في عنا بعديها بيجي خيمة حفظ النعمة، بتهدف لاستقبال الطعام الفائض من الناس. طبعا كمان في شيء شائع كثير عندنا برمضان انه في اكل كثير كميات بينكب. بينكب. فايش عملنا خيمه حفظ النعمه. السنه الماضيه احسان 4 كانت فقط بنزال، الان صارت بنزال وبجبل عمان دول الرابع. حلو. بنستقبل الطعام الفائض لكم. رقم تليفون؟ ان شاء الله بنقدر نطلعه على الشاشه مثلا احنا. لانه في يعني ناس تتواصل معكم بتحكي لكم انه عندي اكل مثلا، بتيجوا تاخذوه لهم بيجيبوه، وهم بيجيبوا لنا اياه واحنا بنظبطه بنغلفه وبنظبطه واحنا بنوديه بنلفه للعائله. متى بتاخذوه بتستقبله؟ بعد المغرب؟ من 8:30 للساعة 12. والله بتكونوا موجودين؟ بنكون موجودين بالخيمه بحي نزال. حي نزال وجبل عمان. الناس اللي محتاره وين تروح بالاكل اللي بيزيد عندها. نعم. والاصل انه ما يزيد عنا أكل، الأصل نعمل كمية يعني على قدنا، وإذا بدنا نتصدق نتصدق بإشي جديد مش من ورانا يعني. طبعا. لكن إذا زاد دعاء بعد إذنك، إحنا الرقم الآن على الشاشة عم يظهر. للناس اللي بتحب تتواصل مع خيمة حفظ النعمة. نعم. في شغلة أنوه عليها إنه إحنا بنستقبل الطعام الفائض بس ما بنستقبل رز لحاله، يعني رز بيكون معه لحمة، بيكون معه دجاج، بيكون مش مخلوط باللبن حتى إنه يوصل للعائلات المستورة بشكل لائق. سريعا دعاء لأنه في عندنا كمان نشاط توصيلتك علينا. هذا نشاط للمتأخرين
وقت أذان المغرب. قبل أذان المغرب في سيارات المتطوعين كلها تنتشر بالمناطق كلها، يعني مش بس بنزال، بأكثر من منطقة، وبصيروا يوصلوا الناس المتأخرة على المجال. يلا انقطعوا بالطريق، مش ملاقيين ركبة، مش ملاقيين كذا. أيوة بوصلهم. تمام. طبعا وقتها في عن جد إنه بظهروا سعادة كبيرة إنه عن جد حتى إنهم يلحقوا. يعني توصيلتك علينا كثير. نعم. حلو. في عنا إفطار كمان هيك جديد عملناه السنة الماضية، بس قد ما كان إشي كبير عدنا هاي السنة. في عنا جسور العطاء، هو حفل إفطار الأيتام وعائلاتهم مع عائلات المجتمع لتحقيق التكافل. يعني الطاولة بتجمع عائلة مستورة مع عائلة ميسورة الحال، حتى إنه هاي العائلة تدعم العائلة المستورة لبقية العام مش فقط برمضان. جميل. وحتى العائلة حتى الميسورة ما تشعر بالغربة. نعم. أو تشعر إنه هي مكان للصدقة. صحيح. طيب حلو. في عنا كمان بطولة كرة القدم هاي جديدة، حتى إنه ننشر ثقافة العمل التطوعي داخل الملاعب، في جو ترفيهي وتفاعلي. هاي جديدة لسه رح نطبقها. حلو. وفي عنا إفطار عمال الوطن، هو تكريم عمال الوطن بهدية الذكارية، وبكون عبارة عن عمال الوطن وعائلاتهم، في رح يكون إفطار كامل. ما شاء الله عليكم يا دعاء. وفي عنا كمان إفطار المعلمين بضم 300 معلم. يعني طبعا احنا ما بننكر جهودهم، فحبينا انه هيك نجمعهم بافطار ونكرمهم بافطار. حلو، تحيه للمعلمين، وهذا مكان فعلا يعني موطن تكريم انه احنا ندعوهم للافطار. صحيح. وفي عندنا خيمه الفرح، هي تقريبا اخر شيء، طبعا تجسيدا لمعنى التكافل المجتمعي ونشر الفرح. هي عباره عن خيمه احنا بنعملها بحي نزال، بنجيب فيها الاطفال الايتام والفقراء. طبعا في لهم حلاقه بالعيد، في هدايا، في بلالين، في كسوه عيد، في اكثر من شغله بتضم بهاي خيمه. احنا بنمنون عليكم بنهايه احنا تقريبا انهينا. دعاء ضل شيء؟ لا هيك نطلع الرقم كمان مره على الشاشه، لانه فعلا يعني احنا عم نسال انه اذا الواحد عنده اكل، اذا بده يقدم مساعده لمين يروح، ممكن انه يتواصل معكم من خلال الرقم الموجود على الشاشه مع جمعيه صحبه القمر الخيريه، لتقدروا تقدموا مساعداتكم او شو انتم حابين تقدموا من خلال هالجمعيه. دعاء شكرا كثير لك، انا كثير مبسوطه فيكي. وعنصر الشباب لما بيجي وبيقدم شيء وفي ابداع احنا بنفتخر فيكم. دعاء شكرا جزيلا. دعاء ابو حميده وهي عضو هيئه اداريه في جمعيه صحبه القمر الخيريه ومسؤوله قسم المتطوعات، وكل عام وانت بخير. مشاهدينا هاي كانت فقرتنا لثبت الاجر. حنكون الان مع فقرتنا الرئيسية رمضان ينفعنا، والدكتورة رحمة أبو محفوظ ورمضان والبرمجة معنا كتير جميل وجديد. خليكم معنا.